المقصود بعدد عشري هو عدد صحيح على جنب فاصلة عشرية وأجزاء عشرية، هذا هو العدد العشري، يحتوي جزء صحيح أو يتكون من جزء صحيح وجزء عشري مع الفاصلة العشرية. أول شغلة بدنا نتذكرها يا خامس اللي هي لما بنيجي بنقارن أعداد عشرية وكسور عشرية، إضافة الأصفار على يمين آخر منزلة عشرية في الجزء العشري من العدد لا تغير من قيمة العدد. عند إضافة صفر على آخر أو أمام آخر منزلة عشرية على يمين آخر منزلة عشرية لا يغير أبداً من قيمة العدد، لأنه حكينا يا خامس زي ما اتفقنا إنه 3 من 10 هي نفسها 30 من 100. متفقين معي بهاي النقطة؟ إنه 3 من 10 هي نفسها 30 من 100. عدلي سماعتك ليان، بس عدلي السماعة وعلي الصوت من عندك. أوكي ليان؟ إذا خامس بيكون معي 3 من 10 بعيد، 3 من 10 هي نفسها 30 من 100، لأنه إضافة صفر على يمين آخر منزلة عشرية لا يغير من قيمة العدد. في ملاحظة أخرى أو تذكير آخر، عند المقارنة يجب البدء بأول منزلة من اليسار في الجزء الصحيح. بنبلش من آخر منزلة من اليسار، من أقصى اليسار بنبلش عشان نقارن الأعداد العشرية. وفي حال المنزلتين اللي أنا عم بقارن فيهم الرقم لإلهم متساوي، ننتقل للعدد الذي على يمينه، تمام؟ يعني بدأ المقارنة بأول منزلة من اليسار في الجزء الصحيح، وفي حال تساوي الرقمان ننتقل إلى المنزلة التي تليها. ثائر عندك سؤال؟ والله يا مسا انتوا ايش اخذتوا عشان انا هلا اجيت؟ لسه هينا بأول سلايد عم نشرح عن احنا درسنا اليوم مراجعتنا عن مقارنة الأعداد العشرية يا ثائر، اوكي؟ رح ارجع اعيد التذكير اللي حكيته لإلك، تمام يا عمري؟ هون ثائر معي. نعيد سريعا عشان ثائر. إضافة الأصفار على يمين آخر منزلة عشرية يا ثائر ما بغير من قيمة العدد. يعني 3 من 10 هي نفسها 30 من 100. ولما نقارن يا ثائر بدء المقارنة بأول منزلة من اليسار من الجزء الصحيح، وفي حال تساوي الرقمان ننتقل إلى المنزلة الواقعة على يمينها، وإذا تساوي على اليمين ننتقل للمنزلة اللي وراها، وإذا تساوي بننتقل للمنزلة اللي وراها، تمام؟ هاي لمقارنة أعداد عشرية. رح نيجي على أول سؤال، ضع إشارة أكبر أو أصغر أو يساوي لنحصل على عبارات صحيحة. حدا عنده سؤال على النوتس اللي أعطيناهم؟ حدا عنده أي سؤال خامس؟ اللي عنده أي سؤال يكتب لي على الشات، لأنه كتير عاملين ريز هاند، مستحيل إنه كلكم عندكم أسئلة. دينا تفضلي سؤالك يا دينا. يمس أنا أول ما بدأت الحصة النت تاعي فصل، فعادي تعيدي الشرح؟ طيب أوكي رح نعمل رجوع سريع للشريحة اللي قبل يا دينا. أوكي. دينا هون معي حكينا إنه إضافة أصفار على يمين آخر منزل عشرية في الجزء العشري من العدد لا يغير من قيمته.
كنا نضيف أصفار على يمين آخر منزل عشرية لا يؤثر أبداً على قيمة العدد. والملاحظة الأخرى أو التذكير الآخر أنه عند بدء المقارنة يجب أنه نبلش بأول منزلة من أقصى اليسار. إذا تساوى العددين ننتقل إلى المنزلة التي أمامها، إذا تساوى العددان ننتقل إلى المنزلة التي أمامها أو اللي على يمينها وإلى ذلك. تمام؟ هاي الملاحظتين اللي لازم نتذكرهم. ننتقل على شريحة الثانية اللي تتضمن سؤال. ضع إشارة أكبر أو أصغر أو يساوي لتحصل على عبارات صحيحة. معي السؤال هو فرع ألف. مين يساعدني بفرع ألف؟ زي ما حكينا اعتمادا على الملاحظات اللي قرأناهم قبل شوي. يلا يا أحمد. أحمد جاموس تفضل. أمس. يلا. مش عندك سؤال؟ تفضل أحمد. لا مش بدي أجاوب. يلا تفضل. فرع ألف مع شرح وبالتفصيل. يلا. شرح بالتفصيل مس 2 0 4 3 مس ما بيغير الصفر من قيمته. يعني مين الأكبر يعني... يكون؟ الأكبر اللي أحمد اقرأ لي الرقم اللي على اليمين، اقرأ لي الرقم اللي هون على اليمين. 2 صحيح و34 من 100 من 10. لا يا أحمد انتبه إنه كم منزل عشرية معي؟ 3. مين اللي له ثلث أصفار؟ من 1000. برافو، إذا من 1000. طيب لما أحمد قرأت هذا الرقم 2 صحيح و34 من 1000، طيب اقرأ لي الرقم اللي على اليسار. 2 صحيح و340 من 1000. طيب أيهما أكبر يا أحمد؟ 2 صحيح و340 من 1000. برافو. أنت حكيت ما له قيمة يا أحمد، بس هاي خطأ. هذا الصفر اللي هون له قيمة. مين اللي ما له قيمة؟ هذا الصفر. إذا ضفنا أصفار هون على يمين آخر منزل عشرية ما بيكون لها قيمة. تمام؟ هون يا أحمد، ثواني يا مريم. إذا هون أحمد زي ما قرأتهم 2 صحيح و34 من 1000، 2 صحيح و340 من 1000، إذا العدد الأكبر اللي هو اللي على اليسار. تمام؟ طيب فرع باء رح أسمع أو أشوف إجابات على الشات، أوكي؟ احسبوا لي بس إنه الرقم اللي على اليمين أو اللي على اليسار عشان للسهولة. يلا يعني فرع باء اكتبوا لي إنه الرقم اللي على اليمين أكبر. لا يا سيف. سوري برافو سيف، ممتاز. برافو محمد، بانا بدوي شطورة، برافو. بانا بسطامي برافو، حمزة بدور برافو، مصطفى ممتاز، أحمد جاموس برافو. لا يا ركزي يا أيوش، ركزي يا عمري. ثائر برافو، ثائر المغربي برافو. لا ثائر ركز يا ثائر. ثائر حنا عنا الأرقام انتبه عليهم وقارن منزلة منزلة. إبراهيم غوشة برافو، أحمد برافو. برافو إبراهيم، ممتاز. تاليا برافو. مريم. لا يا آية، آية في خطأ، ركزي يا آية. تمام برافو، في نسبة منيحة جاوبت إجابة صحيحة، برافو. طيب رح نسمع، بدنا نسمع مين مصطفى. يلا يا مصطفى. جيم. لا مصطفى جاوب لي با عشان نعرض الإجابة للي جاوبونا خطأ مع شرح يا مصطفى. حاضر. يلا. 55 صحيح فاصلة 5 جزء من 10. تمام. والثانية نفس الإشي 55 صحيح فاصلة
خمسة جزء من عشرة. الصفر اللي حطيناه على اليمين ما له قيمة لأنه برافو. على اليمين ما له. ممتاز. فيساوي. إذن يساوي بطل يا مصطفى، برافو. مصطفى بطل، واللي جاوبوني برضه كثير شطورين ورائعين اللي جاوبوني على الشات الإجابة صحيحة وحكيت أسمائهم، برافو. فرع جيم، رح أسمع الإجابات أو أشوف الإجابات على الشات وبعدين نعرضها نختار حدا عشان يجاوبها. تاليا بتقول لي إنه برافو يا تاليا، برافو. طيب عيد لي الإجابة، رسلها مرة ثانية ما عم بتبين معي. برافو يا مصطفى، ممتاز مصطفى بشناق، برافو. برافو بانا بسطامي. آية برافو. حلو برافو، ممتازين. بانا بدوي، ممتازة ممتازة بانا، برافو. سيف برافو. حمزة بدور، ممتاز. ثائر بطل، برافو يا ثائر، ممتاز ثائر. حمزة برافو. محمد خليل، ممتاز محمد، برافو. لا تاليا ما نسبق تاليا، خلينا فرع فرع. اوكي ابراهيم غوش، برافو. دينا لا، خطأ يا دينا. دانا الحاج، ممتازة. برافو برافو، شطورين برافو. طيب رح نختار حدا يجاوب لنا عليها. يلا يا ثائر، لأنه وعدناك من الحصة الماضية. يلا يا ثائر. اليمين. اليمين اللي هي، فيك تقرأ الرقم ثائر وتعلي صوتك شوي؟ استنى شوي. هيك منيح؟ هيك تمام التمام، يلا. اوكي 71 صحيح فاصلة 53 من 100. ممتاز يا بطل، برافو يا ثائر. إذا زي ما قرأ لي إياها ثائر، 71 صحيح و53% هي الأكبر. كيف بنقارن؟ 7 7 متساويين، 1 1 متساويين، تيجي الفاصلة نفس الموقع، 3 و5. إذا العدد اللي هون هو الأكبر لأنه جزءه اللي من 10 أكبر من الثلاث. فرع دال، اللي جاوبوني قبل على دال يرجعوا يبعثوا الإجابة لأنه ما كنت عم بشوف، أوكي؟ نرجع على دال. لساتك حطيت لي فتحيت لي الميوت. عادي بتقدر تحط ميوت من عندك. اعمل لك انا ميوت، اوكي ها. طيب. حمزه بدور. تمام يا حمزه، برافو. ممتاز. بانا برافو. تاليا برافو، ممتاز. ممتاز يا عمر. عمر أبو الحوف، برافو يا عمر. ثائر ممتاز. لا ثائر، لا ثائر عيدها يا ثائر، انتبه. مصطفى بشناق، لا. دينا، لا. إبراهيم غوش، برافو. دينا، لا. دانا برضو، لا. انتبهوا انه هذا الفاصل الصفر اللي هون مش على آخر منزل عشرية، الصفر جاي جزء من عشرة يعني له قيمة، اوكي مش زي فرع الف. لا يا دينا. احمد جاموس، لا. او مريم، لا. عمر ابو زهر، اكتب لي الاجابه هون على الشات يا عمر. ليان بطل، ليان خالدي، برافو. جواد اكتب لي الإجابة، ما حلحق أسمعكم كلكم، فلهيك بعطيكم فرصة على الشات تعرضوا الإجابة. محمد خليل بطل، برافو يا محمد. مصطفى، لأ. لأ يا مصطفى. ثائر، لأ، مش متساويين العددين. سلمى برضو، خطأ سلمى. مصطفى هيك تمام، برافو مصطفى بشناق. طيب بدي أسمع حدا يعرض لي الإجابة مع شرح. محمد خليل جاوبني على السؤال مع شرح. محمد، ستة نفس الستة، الأربعة نفس الأربعة. أها. وبحط صفر عند الاثنين لحال فبتصير 20 من 100، 20 من 100 أكبر. برافو يا محمد، رائع يا محمد بطل. يعني زي ما حكى لي محمد خامس، اللي خربطه في السؤال
عشان أقارن عددين عشريين يجب إنه نخلي المنازل العشرية متساوية زي ما حكينا في فرع باء. هاي 2 من 100 صح؟ طيب منضيف 0 هون عشان تصير هاي 20 من 100. مين الأكبر 2 من 100 ولا 20 من 100؟ 64.2 من 10. لما أضيف لها 0 هون ما بيأثر على قيمة العدد. منقوم ضيفين 0 على يمين المنزل اللي معي هون حتصير 20 من 100. هاي 64.2 من 100. إذن اللي على اليسار هو الأكبر بينهما. تمام خامس؟ حدا عنده أي استفسار عليها؟ سلمى وضحت الصورة؟ نشوف فرعها. راح أشوف يلا آية الجمال. يلا يا آية. مرحبا. أهلا. يلا أيوش تفضلي حبيبتي. أم الشمال. طيب اقرأي لي إياه. 20 صحيح و51 من 100. من 100 برافو. واثنين صحيح و 51 من 1000. من 1000 بطلة بطلة. برافو 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 يا سلمى. برافو يا عمر أبو الحوف. ممتازين. تالية برافو. بدور أكيد بدور اللي كاتب شمال 50,000 مرة. أوكي ماشي. طيب إذا فرعها اللي هي طلعت معي 20.51 من 100 هي إبراهيم غوش. برافو ممتازين. برافو برافو يا خامس. ممتازين. إذا 20 هي أكبر لأنه أصلا جزءها الصحيح أكبر من 2. ننتقل للسؤال اللي بعده. السؤال اللي أمامي هون بحكي لي رتب الأعداد العشرية الآتية ترتيبا تصاعديا. بدي أرتبهم ترتيب تصاعدي. أول خطوة بدنا نعملها مين يساعدني؟ مين أصغر رقم تصاعديا؟ لحظة أشوف. تصاعديا يعني بده من الأكبر إلى الأصغر. ثالث بقى خامس بعتذر إنه ما بقدر يعني أخلي الكل يجاوب. لهيك بحكي لكم إنه على الشات احكوا لي أو وضحوا لي الإجابة. تمام؟ تاليا. نعم. يلا تاليا. مين أصغر رقم من الأرقام العشرية أو الأعداد العشرية اللي أمامي؟ 11 صحيح وستة من عشرة. ممتاز برافو برافو يا تالية. إذا تالية حكيتي أصغر. لا خلص رقم تالية عشان نخلي أكبر عدد إشارة. إذا زي ما حكيت لي تالية أكبر رقم من الأرقام اللي أمامي هو أصغر رقم سري هو 11.6 من 10. تمام؟ يلا يا سلمى الرقم اللي بعده شو راح يكون يا سلمى؟ يلا تالي جاوبت لي اصغر رقم اللي هو 11.6. اللي بعده شو راح يكون؟ منه 13.23. 13.23. متأكدة؟ شوي بس ركزي بينها وبين هاي وخلي هاي تصير من 1000. حطي لها 0 هون. شو سلمى صار؟ سلمى سامعتيني؟ يسعد عينه محمد خليل. برافو يا بطل. ممتاز رائع محمد برافو. طيب راح اسمع ليان لانه صوت سلمى ما عم يطلع. ليان تفضلي. ليان
13 وصحيح. أها. 203 من 1000. ممتازة، برافو. مسحك الثانية. يلا أحكي لي الثانية لأنه خلاص صار واضحين. يلا ليان.13 صحيح و23 من 100. ممتازة، برافو. إذا 13 و23 من 100. بدنا حدا يكمل عن ليان. مصطفى، يلا يا مصطفى. بعدين 13.92 من 100. ممتاز يا بطل، برافو. 13.92 من 100. والرقم الأخير مصطفى احكي لي إياه. 15.92. ممتاز، برافو. إذن آخر رقم أو أكبر رقم معي أصلاً هو مبين، أكبر رقم ببين وأصغر رقم ببين، بس هون كان في شوية خربطة لأنه 13.203 من 1000 أصغر من 13.23 من 100، لأنه 23 من 100 هي 230 من 1000. تمام سلمى، هاي اللي خربطتي فيها سلمى، أوكي؟ لازم كنتي حطيتي أصلاً فاصلة عشرية هون، أصلاً هذا الجزء اللي من 10 صفر، جزء اللي من 100 صفر، وهذا الجزء اللي من 100 3، إذا مبين إنه هذا أصغر سلمى، أوكي؟ ننتقل للسؤال اللي كنتوا دائما تخربطوا فيه اللي هو الرقم اللي امامي. طلعوا سؤال تفكير. اعطي 4 اعداد عشرية تقع بين 12.6 من 10 12.8 من 10. في كنا نعمل طريقة يا سلمى اذا بتتذكروا، او ألمى إذا بتتذكر، كنا نعمل طريقة عشان إيجاد المنازل أو الأعداد العشرية الواقعة بين عددين عشريين. مين عنده فكرة؟ برافو يا عمر أبو الحوف، ممتاز. طيب تكتبوا لي على الشات شو رايكم، اكتبوا لي انه شو الاعداد عشان اشوف مين متذكر الطريقه قبل ما نعرض اي اجابه من الاجابات. حلو بانا بدوي، تمام. محمد خليل عن جد انك رائع، برافو يا بطل، ممتاز. تمام آية الجمل، يلا انت حكيت الخطوه الاولى، يلا نفذيها وجيبي لي ارقام بينهم. بانا بدوي رائع، برافو برافو. إبراهيم غوشة، برافو. بس في غيرهم يا إبراهيم. عمر أبو الحوف بطل، برافو. سيف العزل، لا 80، لا. بانا بدوي يا عيني عليها الشطورة، برافو. سيف انتبه، أنت بتعطيني أعداد صحيحة، بتعطيني 70، 800، 50، لا. نضيف أصفار تالي، برافو. جواد تمام، في غيرهم يا جواد. برافو يا أبو الحوف، برافو عمر. بانا رائعة، رائعة. برافو يا عمر، بانا ممتاز، ممتاز. في إجابات كتير حلوة. تاليا، تاليا يلا تمام، عامل الخطوة صح، اعمليها واعطيني أرقام. آية لا، آية تمام، بس في بينهم أرقام، أنت أعطيتيني الأرقام اللي برا. لا غوشة خطأ، بينهم غوشة لا. 12.7% لا يقع بينهما. لا مصطفى انتبه، مصطفى صالح انت اعطتني ارقام اكثر من ال 12.8، اعطتني 81 12.82، هذول ازيد من اخر رقم، اوكي مصطفى بشنق تمام، بس في غيرهم كثير مصطفى، كنا نعمل حركه معينه عشان نلاقي الارقام اللي بينهم. تاليا برافو البطله، برافو يا تاليا. جواد هيك تمام، يلا تاليا ممتاز، هي الرقم الثاني رائعه، برافو يا تاليا. يلا بانا بسطام جبتي لي ارقام، ممتاز تالي، برافو. أها هيك تمام آية الجمال. سلمى لا الرقم مش صحيح، سلمى ليان الرقم أكبر من يعني واقع خارج المنطقة اللي أنا بدي إياها محصورة. تاليا سلمى حمزة بدور، يا عين عليك يا حمزة، برافو يا حمزة. تاليا رائعة، برافو.
برافو يا تاليا، تاليا ممتاز كثير، اعطيتيني ارقام تاليا رائعه بطل جدا. نشوف بانا، لحظه بانا، ارجع لبانا. ممتازه بانا، بانا برافو عليك يا بطله. حمزه رائع، ممتاز يا حمزه. سلمى هاي تمام، هيك تمام يا سلمى. تاليا بطل. ابراهيم هيك يا ابراهيم تمام. عمر ابو زهره برافو يا ابو زهره، برافو يا عمر. هيك يا سلمى تمام التمام، برافو. عمر ابو زهره برضه الاجابه الثانيه صح، ممتاز برافو. طيب نعرضهم، رح اسمع منكم اجابات تحكوهم. رح اسمع بانا بسطامي، تفضلي بانا بسطامي. يلا يا بانا. بنحط صفرين لكل رقم تمام. عشان نزيد، عشان اصلا الصفرين ما بيزيدوا من قيمته. يلا اعطينا اي رقم من عقلك. 12 صحيح و601. برافو، 12 صحيح و601. هون بانا ضافت صفرين، حبت تعملهم يصيروا جزء من 1000 وتنقي ارقام بيناتهم بيطلعوا اكثر اصلا. برافو يا بانا رائعه. تعطينا رقم ثاني بانا. يلا 12 صحيح و799. يا عيني، برافو يا بنبون، برافو. طيب رح نسمع حدا ثاني. رح نسمع حدا تاني. رح أسمع بانا بدوي. يلا يا بانا. بانا بدوي. بانا سامعتيني؟ أو ما عندك مايك؟ ما بعرف. بانا. حمزة بدور، وراح ارجع لبانا اشوف اذا كان عندها مشكله. حمزة بدور تفضلي. حمزة يلا اعطيني رقم. 12.60 جزء بالمية، و 12.61 جزء ممتاز كمان مره بالمية. برافو برافو. وكمان مره 12.79 جزء في المية. ممتاز ممتاز، نكتفي يا حمزة. برافو يا حمزة بطل، برافو. بدي أسمع حدا من اللي ما سمعناهم. مصطفى لا جاوب. دانا، يلا دانا الحاج. نعم مس. يلا تقدر تعطيني رقم من الأرقام المحصورة؟ دانا. دانا سمعتيني؟ عندك رقم دانا ولا لا؟ لا. طيب اوكي رح اسمع عمر. عمر ابو الحوف، يلا يا عمر تفضل. 12.61 من 100. ممتاز. و12.62 من 100. برافو. و12.63 من 100. ممتاز ممتاز. برافو يا عمر رائع، ممتاز. إذا هيك أعطيتوني أعداد كثيرة وكلها واقعة بين 12.6 من 10، 12.8 من 10. رح نعرض منهم بعض الأمثلة. 12.7 هي أول إشي رح تخطر على بال الكل صح؟ بعديها رح نصير نضيف أصفار وبنطلع أرقام أزيد، اللي هي 65، اللي هي 8 12 و78، 12 و76، آخر إشي 12 و69. كل الأرقام اللي حكتوها صح 100%. حمزة طبعا. هي مثلا بانا زادت صفرين، عملتهم جزء من 1000 عادي، يعني بتصير بدك تدور أرقام بين 12.600 12.800 عادي طبعا يا حمزة. أوكي تمام هيك ليان، هيك بالضبط صح تمام. اوكي حدا عنده اي سؤال خامس؟ حدا عنده اي سؤال يا خامس؟
طيب هيك تكون خلصت حصتنا لليوم أعزائي، خلصت حصتنا لليوم، شوفكم الحصة الجاية إن شاء الله، إلى اللقاء. باي ماس. باي يا عمري، إلى اللقاء حبايبي. باي باي، شوفكم الحصة الجاية إن شاء الله. باي.